بضع ساعات من المطر في المثنى كانت كفيلة لشل حركة المواطنين في محافظة المثنى، فيما تكتفي الحكومة المحلية بحلول ترقيعية لا فائدة منها. المزيد في التقرير التالي. لم نبتعد كثيرا عن مركز مدينة السماوة لتوثيق معاناة الأهالي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار. مناطق خارج نطاق الخدمة يعمل من سكن فيها بيده لإعادة الحياة إليها من جديد بعد هطول كميات قليلة من الأمطار. تكرار تلك المناظر ولد حالة من التذمر والاستياء لدى من التقتهم كاميرا الفلوجة. تشوف هاي المنطقة وضعها تعبان كلش، يعني مطرة بسيطة البشر ما يقدر يقطع بالشارع، لأن يعني أطفال توصل للمدارس متروسة كلها طين. زين وهات تشوف والحمد لله وشكر، بعد تشوف هاي شوفت عينك هذا الشارع. وهذا شارع العلم، يعني المحافظة يطبه ومجلس محافظة يطبه، كل الكبار بالمحافظة يطبونه. التعب الرجال الكبير لا يقدر، الطلاب المدارس لا يقدر، اللي يعني حالة تعبانة، لا مجاري لا تبليط، كل شيء تعبان عندنا. لا جانا مطرة بسيطة نتوحل. أما أصحاب المركبات في المحافظة فكان لهم نصيب أيضا من مياه الأمطار، فمن خرج منهم للعمل قد يعود فارغ اليدين إلى منزله. جاي شوفت الحالة، هاي الشوارع كلها طين، احنا أصحاب تكاسي يعني جاي نشتغل على باب الله، رزقنا قل، رزقنا انقطع، يعني لا نقدر نطبل هاي الشوارع، لا نقدر نوصل العالم، وعندك مريض عندك شيء ما تقدر تطبل، يعني جاي شوف الحالة تعبانة. ونفس الوضع كل سنة وكل انتخابات وكل الواحد يجي نفس الشيء، ماكو أي واحد يقدم شيء للمحافظة. شوف سيارات ما صار بيها، شوف هذا الطين، ما حسرة العبرة هسه نطبل للجو. قبل لو تبليط هسه هنا تمشي براحتك، تطلع براحتك عادي، ونوصل رزقنا هذا. شوف هسه باعوا منه. ملامح الشوارع الغارقة بالمياه دفعت الجهات الحكومية في المثنى إلى توجيه كوادر البلدية كافة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى لانتشال المناطق من المياه. نظرا لكميات الأمطار التي نزلت في الفترة الأخيرة وبالتالي انسداد الكثير من شوارع المدن المحافظة وأغذيتها، مما انعكس سلبا على المواطنين، بادرنا بمخاطبة ومطالبة الجهات الخدمية والدوائر الخدمية بالمبادرة الفورية لتصريف المياه وسحبها وتقليل الأضرار قدر الإمكان على الناس. وإذا كان المشهد هكذا بشوارع مركز محافظة المثنى، فكيف الحال إذن بقراها وأريافها؟ من المثنى حيدر العارضي، الفلوجة.